في الحالة دي هتقدر تختار لزوجة الزيت المناسبة لعربيتك مع اختلاف درجة الحرارة، سواء كنت في مصر أو في أي دولة عربية أو دولة أوروبية، من خلال ويب سايت على النت بضغطة زر واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة في قناة مهندس ورشة، معكم أحمد حسن. لو لسه أول مرة تابعنا انزل اعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس وشوف باقي فيديوهاتنا اللي فاتت. عايز تختار الزيت المناسب لعربيتك؟ كل شخص بيقولك على لزوجة معينة وانت محتار مين الصح ومين الغلط؟ في الحلقة دي هتقدر تختار اللزوجة المناسبة لعربيتك مع اختلاف درجة الحرارة، سواء كنت في مصر او في اي بلد عربية او في اي دولة اوروبية، بضغطة زر واحدة من خلال ويب سايت مجاني على النت. في بداية الحلقة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس وتشوف باقي فيديوهاتنا اللي فاتت. يلا نبدأ الشرح. ده الموقع اللي معانا اللي من خلاله هتقدر تعرف اللزوجة المناسبة لعربيتك. طبعا هنا الشرح شرح لك ازاي المكان اللي تحط منه الزيت، وشارح مقاس الزيت، وشارح هنا ازاي تعمل تشيك لحالة الزيت اللي نازلة من عربيتك، يعني هنا جود اويل وهكذا لغاية لما اوصل الاوفر هيتد انجن. نرجع نختار اول حاجة، بفكركم ان اللينك تحت في الديسكريبشن بتاع الموقع. هنختار مثلا ماركة العربية وليكن شيفروليه، هنختار الموديل وليكن افيو، هنختار سنة الصنع. بيجي معايا هنا سنة الصنع واللزوجة المناسبة مع درجة الحرارة والمواصفة الخاصة بالزيت. عندي مثلا هنا 2015 بيقول لي all season، يعني في أي موسم في السنة. درجة الحرارة ما بين موجب 25 لسالب 25 درجة سيليزيوس. بستخدم اللزوجة دي 10W40 أو 10W50 أو 45 أو 1540. مواصفة الزيت بتكون SM. طيب عندي في الشتاء لو أنا في دولة عندي درجة الحرارة بتكون قليلة، بستخدم 040 أو 45 أو 55. درجة الحرارة بتكون من سالب 35 لخمسة درجة سيليزيوس. عندي في الصيف لو عندي من سالب 5 لموجب 45، بستخدم اللزوجة 20W40 أو 25W40 أو 25W50. طبعا هنا بيقول لي سينسيتك أو سيمي سينسيتك، تخليقي أو نصف تخليقي. طبعا دي البراندات اللي هو بيرشح حاليا إن أنا استخدمها للعربية، شيل، كاسترول، موبيل وهكذا. تحت هنا مثلا 2016 و2017 و2018 لغاية 2020 المواصفة بتكون SN. طيب يعني ايه SN ويعني ايه اللزوجة دي؟ هنيجي نبص على جيركن الزيت هنا، هو شرح لنا بيقول لي هنا اللزوجة هنا الاويل فيسكوستي، وعندي هنا الاويل تايب اللي هي SN بتكون مكتوبة هنا او SM. يا ريت يكون الشرح البسيط عجبكم، وما تنساش في نهايه الحلقه تقول لنا ايه رايك، ولو عندك اي معلومه عرفنا بيها، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان غيرك يستفيد.